دخلت المطبخ وانا بولع البوتاجاز ولسه بلف عشان اجيب الكوبايات، لقيته واقف في وشي. انا لسه كنت سايبه في الصاله، يعني حتى لو طلع ما يلحقش يقف في ظهري عشان الف الاقيه في وشي كده يعني. لقيته بيقول لي انت ليه مش عايز تخليك في حالك؟ انا اول ما قال لي كده اتخضيت طبعا ورجعت لورا. لقيته بيقول لي خلي بالك النار هتمسك في هدومك بتاعت البوتاجاز. فبلف ورايا لقيت الكاهن كان مربوط في العمود وبيتحرق وقاعد يصوت ويصرخ، ولقيت الساحرة أوني ديت واقفة جنبي وبتقول لي هو اتحرق عشان ما كانش عايز يخليه في حاله. فاتخضيت طبعا كده مرة واحدة، بفتح عيني لقيت نفسي كنت نايم. كان كل دوت كنت بحلم يعني. طبعا صحيت من النوم كنت مخضوض جدا، مش عارف ده حلم جوه حلم ولا ايه اللي بيحصل، ولا في ايه، ولا فين الحقيقه من الواقع. بقيت مش فاهم اي حاجه، بس لقيت في دخان كتير جدا في الشقه. فطلعت بره الاوضه اشوف الدخان ده جاي منين، لقيت في براد شاي محطوط على البوتاجاز متفحم. طبعا طفي النار بسرعه، الحمد لله حسيت كانت هتولع في الشقه كلها اصلا، كان حد نسيه وهو شغال، وانا اصلا ما شغلتش البراد خالص. ما انا كده كنت نايم بقى، انا مش عارف ده يعني، انا شغلت البراد ودخلت نمت، طب وشريف جالي ولا ما جاليش، ولا كان حلم ولا كان حقيقه، بقيت مش فاهم اي حاجه. طبعا حسيت ان انا في خطر، انا مش عارف انا نايم ولا صاحي، اللي بيحصل ده بجد ولا مش بجد، فين الحاجات الاحداث اللي حصلت والاحداث اللي ما حصلتش. بقيت حاسس ان كل حاجه داخله في بعض. لبست بسرعه وقررت ان انا هنزل هروح لشريف عشان اعرف ايه اللي بيحصل، بحلم ولا ما بحلمش، وهو جالي ولا ما جاليش. لقيت البواب قاعد تحت، سالته قلت له هو شريف جه ولا لسه ما جاش ولا ما تعرفش حاجه عنه؟ قال لي يا بيه انا قلت لك اخر مره ان شريف فوق ما بينزلش من الشقه. قلت له شريف فوق ما مش انت انا قابلتك لسه من يومين وقلت لي ان شريف نزل وما تعرفش راح فين؟ قال لي لا يا باشا انت لما جيت لي اخر مره ساعه لما قعدت تخبط عليه كتير وما كانش بيفتح ونزلت سالت لي قلت لك لا هو فوق وطلعت ولقيته فوق. طبعا انا اتصدمت، ده في جزء كبير حصل، معرفش ده كان في خيالي ولا الراجل ده بيضحك عليا. طلعت بسرعه عند شريف، قعدت اخبط على الباب، فتح لي شريف وشكله مبهدل زي اول مره شفته فيها، شعره طويل ودقنه طويله وهدومه مبقعه وكل حاجه زي ما هي بالظبط. قلت له شريف انا في حاجات بتحصل لي انا مش عارف، انا عايز اتكلم معاك. قال لي تعالى اتفضل يا صديقي خش. طبعا انا كنت في قمه الرعب وانا داخل، بس هعمل ايه، ما انا عايز افهم ايه اللي بيحصل. قعدت معاه على في الانتريه، طبعا قعدت اشيل الهدوم والحاجات المرميه لحد ما وسعت ليا مكان وقعدت ببص. لقيت على الترابيزه اللي قدامي بتاعه الانتريه كوبايتين شاي وسخنين يعني لسه معمولين. فلقيته بيقول لي اتفضل. قلت له ايه ده انت كنت مستني حد ولا ايه؟ كوبايتين لسه سخنين بيطلعوا دخان. قال لي لا عشان كنت مستنيه. قلت له طب وانت عرفت منين ان انا جاي؟ فبص لي كده وضحك، قال لي لا احنا تعدينا المرحله دي خلاص. كان بيتكلم معايا وهو زي ما يكون في راحه كده، في مش زي اول مره كان مرتبك. قال لي يلا هو بدل الشاي اللي كنا هنشربه عندك. قال لي طب بيبص لي بيقول لي سليمان انا عايزك تساعدني في فتح المقبره. انا بصيت له، انا حسيت ان ده فعلا مش شريف، مش هو اللي بيتكلم، اسلوبه وطريقته وكل حاجه، لا مش ده شريف اللي انا اعرفه، ولا حتى شريف اللي قابلته اول مره لما كان مرتبك، لا بيتكلم كده باريحيه كده وثقه. فقلت له طب ما اتكلم ابو عارف او الشيخ تاني وهم يفتحوا لك المقبره ديت، وهم متخصصين يعني في حاجه زي كده. فضحك كده وقال لي لا للاسف مش هينفع اساعدوه. قلت له طب ليه مش هينفع اساعدوه، ما بردوش برضو عليك؟ فراح ضحك بصوت عالي وقال لي لا هم ماتوا خلاص، انا عايزك انت اللي تساعدني. قلت له انا اساعدك ازاي يعني، انا احفر يعني ولا عايز ايه؟ قال لي لا في صندوق في اوضه تانيه في نفس البيت دوت، انا عايز اطلع الصندوق ده وافتحه وبس كده، انا بعد كده هتصرف، ما تشغلش بالك باي حاجه تاني، تعالى بس انت معايا وانا هقول لك هنعمل ايه بالظبط. قلت له انا مش هاجي معاك في حته شيء. سكت كده قال لي اه صحيح، هو ايه اخبار الشاي اللي كنا هنشربه عندك في الشقه وما لحقناش نشربه؟ طبعا انا اول ما قال لي كده جسمي كله اشعر وتلبش وما بقتش عارف، طب هو عارف منين؟ طب ده كان حلم بقى ولا كان حقيقه؟ انا حسيت كل حاجه دخلت في بعض. قال لي مش تبقى تخلي بالك بعد كده، بدل ما كنت هتضيع نفسك وكنت هتتحرق زي الكاهن. انا طبعا اعصابي باظت، اتخضيت، رحت واخد بعضي وطالع بره الشقه وجريت بدون اي تفكير، فتحت الباب ونزلت على السلم جري وطلعت اجري بره الشقه. الغريب بقى في الموضوع ان هو ما حاولش يجري ورايا خالص. روحت على البيت كنت تعبان جدا مجهد، هموت وانام، انا بقالي 3 ايام ما نمتش وداخل في اليوم الرابع، حاسس ان انا خلاص يعني هقع من طول. اكلي كان ضعيف جدا، ما باكلش كويس، ابتديت افقد الاحساس، مش عارف ايه الواقع وايه الخيال، اللي بيحصل اللي ما بيحصلش، لا انا فيه ده حلم ولا ده واقع ولا مزيج ما بين حلم وواقع، ما بقتش عارف اي حاجه. افتكرت ان في اخر حبايه في العلبه، معرفش اللي حصل لي ده كله بسبب الحبايه، بس ما شريف بيعرف الحاجات دي منين،
بس انا عارف ان اخر حباية دي لازم اعرف ايه اللي حصل. اخدت الحباية ونمت ريحت ظهري على السرير، وانا نايم بعد 30-40 ثانية كده سمعت صوت زيقة تحت السرير، فببص وبرفع الملاية عشان اشوف ايه اللي تحت السرير، لقيت عقرب كبير نط على وشي. اتخضيت رجعت لورا، نطيت من فوق السرير وجريت بسرعه على باب الاوضه. فتحت باب الاوضه لقيت نفسي في معبد كبير موجود فيه الامير بنجم، وكان باين عليه الحزن الشديد، واقف وحواليه الكهنه والسحره. لقيته بيقول لهم انا جمعتكم، انتوا احسن كهنه وسحره في مصر القديمه. انا ما امرتش بحرق كبير الكهنه، انا ما امرتش باعدام اخويا، انا امرت بحرق الساحره اوني. انا النهارده جمعتكم عشان نسيطر على الساحره اوني ونحرقها حقيقة، وده القرار اللي انا خدته من الاول. ابتدت الدنيا تلف بيا بسرعه. مره واحده لقيت نفسي قدام مقبرة فرعونية عظيمة، بابها معمول بالذهب وعليها رسومات فرعونية نفس اللي شريف حكالي عليها، كأنها هي واقف قدامها الأمير بنجم وفي وشه علامات النصر، وبيقول للسحرة والكهنة دي مقبرتي اللي هعيش فيها لحد يوم البعث، وأمرهم ان هما يحطوا الرماد اللي متبقي من حرق الساحرة أوني ان هما يحطوه في صندوق، وان الصندوق ده يتحط جنب المقبرة بتاعته، وامر السحرة ان هم يحجزوا روح الساحرة اوني ما بين العالمين، وكان شايف ان ده اكتر عقاب الساحرة اوني دي تستحقه، وطول ما الصندوق دوت مقفول وما تفتحش هتفضل روحها محجوزة جوه الصندوق ده ما بين العالمين، مش هتقدر تتحرك لحد يوم البعث. وقال لهم ان يوم البعث دوت اللي هو كمان 3 قرون زي ما محددوا الكهنة بتوع مصر القديم، روحها ترجع تاني وتطلع برا الصندوق، الامير بنجم هيرجع من البعث هيحرق الصندوق بنفسه، وبحرق الصندوق روح الساحرة اوني هتتحرق معها للابد. ابتدوا السحرة يلفوا حوالين الصندوق وابتدوا يقولوا في طلاسم وطلعوا في بخور، وابتديت اسمع صوت صريخ جامد صوت الساحرة اوني. ومرة واحدة لقيت الامير بنجم بيبصلي وبيقولي انت مين؟ انا طول الفترة ديت لما كنت بظهر كنت بحس ان انا مخفي، محدش بيقدر يشوفني. طبعا اتخضيت، طلعت اجري بره باب المعبد، وقعت في حفره غويطه جدا قبل ما المس الارض، اتفزعت وصحيت منه. انا كده عرفت القصه كامله، ابتديت اخد نفسي واشوف بقى انا هعمل ايه. عرفت ان انا لازم احرق الصندوق دوت باي طريقه. اول حاجه عملتها جبت ازازه بتاعت بيبسي قديمه ورحت حاطط فيها مليها جاز، ورحت واخد معايا ولع وطلعت جريت على بيت شريف القديم. انا معرفش ايه اللي وداني كده مع اني معرفش مكان الصندوق، بس طلعت جريت على هناك. المفاجاه ان انا لقيت البيبان مفتوح، قعدت دخلت كده بالراحه من غير ما حد يحس بيا لحد ما لقيت شريف ومعاه البواب ومخلي البواب قاعد يحفر، وشريف واقف قدامه، بس ما كانش بيحفر في اوضه ابوه القديمه اللي كان فيها المقبره، كان بيحفر في اوضه تانيه اوني ديت الساحره اللي هي جوه شريف. طلع على دماغ البواب دوت خليها قاعد يحفر شغال زي المكنه ما بيفصلش لحد لما طلع الصندوق. اول لما طلع الصندوق رحت واخد الازازه ورحت حادفها على الصندوق اتكسرت عليه، فلقيت شريف بيبص لي، رحت مولع الولع ولسه هحدفها على الصندوق اللي هو خلاص اتغرق بالجاز دوت، لقيته بيقول لي استنى. قال لي خلينا نتفق، انا هحرر جسمي اللي في الصندوق وفي المقابل هسيب لك شريف وهسيب لك الكنوز كمان. طبعا انا عارف ان هي الكلام ده كله كدب في كدب، فرحت رامي الولاعة على الصندوق راح مولع. اول ما ولع شريف ابتدى يطلع منه صوت سويت جامد اللي هو كان صوت السحارة دوت، ابتدى البواب يقع في الارض ويرجع زي ما يكون ما كانش عارف هو بيعمل ايه، ومرة واحدة شاف الموقف دوت فاتخض. ابتدى الدخان يكتر بتاع الصندوق دوت، شريف وقع في الارض وبعدين انا راح اغمى عليا من كتر الدخان. فتحت عيني بعد كده لقيت نفسي نايم على السرير وشريف قاعد جنبي، بفتح عيني وبقوم. قال لي بس استريح، بس انت ما تقلقش انت في البيت عندي الحمد لله انت ساعدتني وكل حاجه تمام. قال لي بس هي في مشكله واحده بس. فطبعا اتخضيت، انا عملت المستحيل عشان نخلص من الموضوع ده. قال لي المشكله ان الناس برضو مش هتعمل لك سبسكرايب، يا ريت يا جماعه تعملوا لي سبسكرايب عشان المشكله ما تبقاش اكبر من كده. هستنى رايكم في الكومنت وهستنى سبسكرايب، واتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو بتاعتي، وياريت تكون عجبتكم الحلقات بتاعت الفيل الازرق، وان شاء الله هنعمل حاجة اقوى من كده كمان. اشوفكم المرة الجاية في حلقة جديدة.